أفتوني جزاكم الله خير في صلاتي حيث أني أصلي والحمد لله في مقر عملي بحيث وأنا أسمع النداء بالصوت المكبر وأنا لم أتمكن من الصلاة في المسجد خوفا من أصحاب العمل إلا في بعض الفرائض تقام جماعة في العمل ونصليها. إذا كان عملك يتطلب البقاء في مكانه فإنك معذور في صلاتك في محل العمل لأن الجماعة صلاة الجماعة تسقط مع وجود العذر. إذا كان عملك الذي اؤتمنت عليه يتطلب بقاءك فيه وقت الصلاة فإنك تصلي في مكان العمل وتسقط عنك صلاة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب أو فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. دل على أن العذر المعتبر شرعا أنه يسقط وجوب حضور الجماعة. ومن الأعذار مسألة العمل إذا كان يتضرر إذا كان العمل يتضرر بتركك له فإن هذا عذر يبيح لك أن تصلي في مكان العمل. نعم. نريد فضيلة الدكتور نقف قليلا على مسألة الصلاة داخل مقر العمل. هناك ممن يقولون إنهم غيورون أو غيورين على الإسلام يحملون بعض الورق المخوفة لأولئك الذين يصلون داخل مقر أعمالهم يقولون إنه لا تجوز الصلاة داخل العمل أو كذا وكذا، فما هي نصيحتكم لأولئك الذين يتناقلون مثل هذا الحديث؟ هو لا شك أن الأصل الصلاة في المساجد مهما أمكن ذلك، مهما أمكن الصلاة في المساجد مع الجماعة سواء للعاملين أو غيرهم الموظفين وغير الموظفين هذا هو الأصل. وأما إذا حصل عذر من الأعذار يمنع من الذهاب إلى المسجد فللإنسان أو للجماعة أن يصلوا في مكان عملهم نظرا لعذرهم. واعتبار الأعذار أو عدم اعتبارها هذا أمر يحتاج إلى نظر، فما كل ما سمي عذرا يكون عذرا عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد من تحقق العذر الشرعي الذي تبرأ به الذمة. وعلى الإنسان وعلى الجماعة وعلى الموظفين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فإذا كان لهم عذر شرعي أبيح لهم أن يصلوا في مكان عملهم، وإذا لم يكن لهم عذر شرعي فالواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يذهبوا إلى المساجد ويصلوا مع المسلمين. نعم.